السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة تكملة سلسلة المعجنات اللي احنا بنعملها، هنعمل بلح الشام. كلنا بنحبه وولادنا كمان بيحبوه، ومن حقنا ناكله ايه بطريقة نظيفة وواثقين فيه. مقاديره بسيطة، مفهوش اي حاجة خالص. انا عندي كوباية ونص دقيق، عندي كوباية مية، عندي ربع كوباية زيت، معلقة خل، فانيليا، بيضتين، بس خلاص. مقاديره هي دي البسيطة، موجودة عندنا في كل بيت، مفيهاش أي حاجة. الشغل بتاعه كله هيبقى على البوتاجاز، علشان كده أنا حاطة حلة على البوتاجاز، وهروح دلوقتي هحط المية والزيت وهسيبهم يغلوا، ولما يغلوا هقول لكم هنعمل ايه. اهو حبايبي، عشان ابقى خطوة بخطوة معاكم، حطيت كوباية المية، كوباية الزيت بتاعتي اهو، هسيبهم يغلوا على النار. لما يغلوا هبتدي احط الدقيق بتاعي، وايه وهنعمل عندنا عجينه البلح الشام، وهتبقى سهله ما فيهاش اي حاجه. انا دلوقتي هفصل الفيديو لغايه ما الميه تغلي، واول ما تغلي هقول لكم هنعمل ايه. الميه بتاعتي بتغلي اهي يا جماعه، احط الدقيق بتاعي اهو، ادمجه في الميه كويس قوي لغايه ما الدقيق بتاعي يشرب الميه كلها، وافضل طبعا اقلب فيه لغايه ما تتكون عندي العجينه والدقيق يختفي خالص. اقلب لسه، شايفين لسه الدقيق عندي باين، لازم الدقيق كله يختفي في الميه والزيت. البوتاجاز عشان اعرف اتحكم اكتر في العجينه بتاعتي اهو، متقلقيش خالص، ما تقوليش ان هي جمدت مني كده يبقى هي باظت او فيها حاجه، لا، هي عجينه بلح الشام كده يا جماعه اهي، لازم الدقيق ما يبانش. خلاص كده تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هسيبها تبرد خالص، هفضيها في طبق. انا كده ايه خلاص طفيت عليها اهو، وهفضيها في طبق وهسيبها تبرد خالص على اقل من مهلها، ولما تبرد هنرجع نضيف عليها باقي الاضافات بتاعتنا. حبايبي، بعد ما عجينه بلح الشام بتاعتنا بردت، شايفينها بردت ازاي؟ لازم تكون بارده خالص. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول بسم الله، وهضيف ايه بيضه بيضه كده، وايه وهقلب فيها كده بايديا بقى، شايفين؟ طبعا مش عايزه اقرفكم، بره بيعملوا كده، طب احنا ليه نعمل بره كده؟ او ممكن يكونوا بيعملوا بمكنه، الله اعلم، مش عايزه ايه اظلمهم يعني. لغايه ما تشرب البيضه كلها اهو، اهم حاجه تكون العجينه ايه بارده اهو، شايفين كده؟ تشرب البيضه الاولانيه الاول، وبعدين نحط الثانيه، ومعلقة الخل والفانيليا، شايفينها؟ اتأكدت ان هي شربتها، هروح اقول بسم الله اوله واخره، واحط البيضة التانية، وادي معلقة الخل بتاعتي، وادي الفانيليا، وهبتدي بقى اهو المها برضو العجينة كلها. سهل، ما بياخدش وقت ولا بيتكلف ولا اي حاجه. احنا لو جبناه من بره، شوف نجيبه بقد ايه، واحنا ممكن نعمله في البيت، مش هياخد في ايدينا اي حاجه، واحنا قاعدين بالليل كده فاضيين مورناش اي حاجه اهو. هلمه بس كويس كده، الزيت بتاعي على البوتاجاز، بس ده انا مش هينفع اولع على الزيت ويبقى سخن زي اي حاجه، علشان لازم الزيت يكون بارد، علشان هو ايه لازم يستوي من جوه الاول. تمام، اهي العجينه بتاعتي اهي، تمام،
مية مية اهي كده اهي. مجهزة الكيس حلواني اللي عندي، اللي القمع اللي فيه اللي هو اكبر حاجة. كيس حلواني عندي هما ليتو بالعجينة بتاعتي، الزيت بتاعي بارد وحطيت شوية زيت في الكيس الاول علشان تبقى العجينة سلسة معايا. المقص بتاعي اهو دهنا زيت، ما ينفعش احط الزيت على النار واشتغل علشان ايه، ممكن من بره هو يتحمر ويبقى من جوه ايه ني. فانا هاخده على البارد كده على الحجم اللي انا عايزاه، واحدة واحدة كده اهو، واروح اقصر. هاملة الطاسة كلها بتاعتي، يعني مش كلها قوي، يعني هسيب فراغات علشان احاول ايه على قد ما اقدر اكون متحكمة ايه فيه. تمام كده اهو كده، واحاول ان هو كله يبقى مقاس واحد. سهل يا جماعة، مفيهوش اي حاجة اهو. تمام كده اهو، هخلص الكمية بتاعتي في الطاسة وما اجي احطها على النار هوريها لكم هنسويها ازاي. قطعت البلح الشام بتاعي اهو، كل واحدة سوى التانية، وزي ما انتم شايفين الزيت بارد. البلح الشام بيختلف عن اي حاجة تانية، لازم يكون الزيت بارد عشان هو بينفش بسرعة، وممكن ايه يعني لا قدر يفرقع، بس ان شاء الله مفيش اي حاجة. هسيبه لما يستوي براحته، وبرده هاجي معاكم في مراحل السوا بتاعته. كده كده الشربات عندي جاهز اللي انا عاملاه، بس هو بيبقى تقيل شويه اللي هو الشربات بتاع البلح الشام والزلابيا، مجهزاه ولازم يكون بارد علشان اما اطلعه من الزيت اروح حاطاه في الشربات ومصفياه ومطلعه على طول. لما يبتدي يدخل على السوا او مراحل السوا بتاعته هوريه لكم شكله عامل ازاي. ورجعت لكم حبايبي بعد مرحله السوا بتاعت البلح الشام، خلاص خلصت اهو، شايفين شكله عامل ازاي اهو. كده انا حاطه جنبي طبق هطلع فيه، وبعد كده هروح حاطه الكميه اللي انا طلعتها في الشربات، وهشيل الزيت من على النار. يا جماعه اهم حاجه نشيل الزيت من على النار علشان يبرد، علشان الطاسه الثانيه اللي انا هحطها ما ينفعش احطها والزيت سخن قوي كده، عشان هو لازم يستوي من جوه. يا جماعه يعني انا هعمل اهو، هطفي النار وهو طلعت الطاسه اللي انا عملتها، وهروح هحطها في الشربات عبال ما الزيت بتاعي يبرد شويه علشان ايه احط الطاسه الثانيه، وهخلصه وهوريكم شكله عامل ازاي. ورجعت لكم حبايبي بعد ما بلح الشام بتاعي خلاص خلص اهو، شايفين ما شاء الله متقطع كله سوا واحد، وشايفين ما شاء الله عليه جميل ازاي وبيلمع زي بره واحلى من بره كمان. كفايه ان انا عاملاه في البيت وعارفه مكوناته ايه وضمناه. شوفوا طعمه، مش قادره اقول لكم على طعمه، شايفين من جوه عامل ازاي مستوي وطعمه جميل، ومش قادره اقول لكم بصراحه تحفه. يا ريت تجربوه، مقاديره سهله وخفيفه، وممكن نعمله في رمضان ان شاء الله، وشكله بيشهي كتير قوي. يا رب يعجبكم وتجربوه. مستنيه تعليقاتكم الجميله، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في المطبخ المباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.